مساء الخير اعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع اولى حلقاتنا في سنه 2020. نتمنى لمصر وللامه العربيه ان تكون السنه الجديده سنه خير وسعاده وامان على مصرنا الحبيبه وعلى الشرق الاوسط. في البدايه عايزين نهني اخواتنا واسرنا من العائلات المسيحيه باعياد رأس السنة، ونتمنى أن تكون سنة سعيدة علينا وعلى المسيحيين. في البداية عايزين نتكلم عن آخر تطورات الأحداث اللي بتحصل على الشارع الاقتصادي والسياسي المصري. في البداية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام باجتماع بالأمن القومي من أجل إيضاح ما يحدث من تطورات في المنطقة، بخاصة في دولة ليبيا الشقيقة. ليبيا طبعا هي حدودنا الغربية، وأمن ليبيا من أمن مصر، لأن أي تطورات بتحصل في ليبيا أو أي انتشار لأي عناصر إرهابية أو تكفيرية هناك هيحصل إن هم هيتسللوا لينا عن طريق الحدود المصرية. فأكيد إن في مد طبيعي للأمن القومي المصري بينه وبين الأمن الليبي، بخاصة إن في بعض التدخلات من بعض الدول الأجنبية بتحاول انها تتسلل الى الكيان الليبي، وده طبعا ضد توجه العالم، لان مش مفترض ان دولة تتدخل في شؤون دولة اخرى بغير نازع معين او بغير ما يكون في تهديد معين بيحصل لها عشان تقدر انها تتدخل في هذا المكان. اجتماع سيادة الرئيس كان لوضع سياسات واستراتيجيات وبدائل مختلفة للموقف في الاراضي الليبية. الرئيس وضح ان الاهتمام بالامن القومي المصري يمتد الى الحدود الليبية، والحفاظ على امن ليبيا هو جزء من امن مصرنا الحبيبة. طبعا انا عايز اقول حاجة بسيطة جدا للناس اللي كانت بتتكلم ان رئيس الجمهورية عندنا هيبقى له خلفية عسكرية. اكيد هو لو كان له خلفية مدنية كان الموضوع اختلف، لان ما كانش هيبقى فيه رد فعل قوي أو وقفة عالمية، أو ما كانش هيسعى لأن يطور ويعدل ويجدد التسليح المصري في الفترة السابقة. الناس كانت بتقول الرئيس بيشتري السلاح ليه؟ مصر ليه بتشتري حملات طائرات؟ ليه بيسلحوا البلد؟ بيسلحوا البلد عشان يحموها، لأن طبيعي أن أنت كل فترة تطور سلاحك وتطور أجهزتك العسكرية. أعتقد أن لو الرئيس كان رئيس مدني صرف ملوش أي خلفية عسكرية كان الموضوع اختلف، ما كانش هيبقى النهارده نقدر نعمل موقف زي ده ونقف قدام تدخلات اجنبيه على حدودنا وتهدد امننا القومي وتهدد امن المنطقه العربيه بالكامل، لان تطورات تدخل الاطراف الغير عربيه في المنطقه يؤدي الى نشوب الكثير من المشاكل والقلاقل وفقدان الامن في المنطقه جمعاً. الخبر الثاني عندنا، وهو خبر هام جدا، ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في الهيئة العربية للتصنيع، وكان بيشاهد آخر تطورات أعمال الهيئة العربية للتصنيع وآخر إنجازاتها. وبالفعل إحنا في الهيئة العربية للتصنيع عندنا مصنع بينتج مقطورات السكك الحديدية. المصنع ده هو مصنع مصنف عالميا، والمصنع ده هيدينا فرصة إن إحنا نقدر إن إحنا نصدر كمان معدات وعربيات السكك الحديد اللي بتتعمل بالتعاون مع أحد المصانع العالمية وهو مصنع سيماف. أكد الرئيس على اهتمامه بتطوير الصناعة في مصر وبتطوير الصناعات التقيلة، بخاصة أن احنا حاليا بنعمل تطوير في السكك الحديدية المصرية. مع وجود اهتمام بالصناعة النهاردة لما هنصنع الحاجة عندنا أكيد هتوفر لنا عملة صعبة كتير جدا، وهنقدر أن احنا في الفترة المستقبلية نكسب منها ان احنا نقدر نصدرها لدول افريقيا، لان في تطور كبير جدا في السكك الحديديه هيحصل فتره قادمه بين مصر وبين افريقيا. ده كان اخر تطورات احداث مصر في الفتره الاسبوع الماضي وفي الفتره السابقه. هنبتدي حلقتنا النهارده وهنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو بدايه تنفيذ قانون المصالحات في المخالفات العقاريه. هيكون معانا النهارده اثنين مشرفينا من الضيوف، استاذ شريف الفاتح. مساء الخير استاذ شريف. مساء النور. المستشار القانوني وخبير
المشاكل والقضايا العقارية وصاحب صفحة يعني كل العقاريين بيتكلموا عنها اسمها متضرري الشروق وهليوبلس. وهيكون ضيفنا الثاني استاذ محمود البسطي الخبير العقاري. ازي حضرتك يا استاذ محمود؟ اهلا بيك. اخبار حضرتك؟ ربنا يخليك. تمام، تسلم. هيكلمنا برضو عن رايه في تطبيق قانون المصالحات في المخالفات العقاريه وتاثير ده على السوق المصري، سواء في البيع او في الشراء او في استمراريه اهتمام الناس بالعقارات وفي تعديل اوضاع السوق. نبتدي مع استاذ شريف. ازي حضرتك يا باشا؟ عامل ايه؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. في البدايه عايز اسالك سؤال. حضرتك شايف قانون المخالفات العقاريه ده، طبعا ده قانون متاخر يعني كان بقاله كتير، كان المفترض ان هو كان ابتدى. شايف الخطوات التنفيذيه ليه او اللائحه التنفيذيه اللي ظهرت هتساعد ان القانون يتنفذ، ولا لسه عايزه بعض التعديلات عشان ينفع انها تتنفذ على ارض الواقع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا القانون طال انتظاره من سنين، يعني يمكن كمان كانت الناس مترقبه اكتر صدوره من بعد الثوره، خاصه من بعد الثوره بعد 25 يناير حصل انفلات في عمليه البنى العشوائيه او بدون ترخيص. في بيوت كتير جدا اتهدت واتبنت في الفتره دي، اراضي زراعيه تم التعدي عليها، اراضي ملك الدوله، مباني تم تعليتها وهكذا يعني. ومن 2011 والناس بتتكلم ان هو في قانون في قانون في قانون، ده ادى طبعا لتسارع حركه البنى والمخالفات. القانون للاسف طلع محبط بشكل كبير يعني للناس اللي هي منتظره او اللي هم مرتبطين بالسوق العقاري، في غموض البنود بتاعته وفي بطء التنفيذ بتاعه. والبطء بتاعه ده هو ده بيرجع لتعسف الاجهزه الاداريه، يعني من وجهه نظري كراجل محتك بالسوق، ان الاجهزه نفسها عندها نوع من انواع البيروقراطيه والروتين وتشدد غير مفهوم. هل روتين ولا هل هو خوف؟ ما ممكن يكون تخوف من ان هو ياخد اجراء في قانون جديد هو مش عارف تطبيقاته تبقى ازاي، فممكن ينتج عنه عواقب عليه هو. هي النتيجه في الاخر واحده، ان هو تعطيل القانون. يعني هدف الدوله الفتره ده هي ان هو انهاء العشوائيه، بتدفع مليارات في تطوير اماكن كانت غير صالحه وغير ادميه وتنقل اهلها لاماكن تانية ادميه علشان تبدا ان احنا يبقى فيه تطوير للارض واللي فوق الارض البني ادم نفسه. طبعا ان يطلع الشكل دوت، خلينا نقول ايه هي مخالفات اصلا، وهنتكلم بشكل يمكن محدد عن المدن الجديده. المدن الجديده هي عباره عن اماكن الناس هربت لها من العاصمه ومن العشوائيه بتاعتها والكثافه بتاعتها، حاولت انها تبني حياه جديده. طبعا ان انت تيجي دلوقتي في الاجهزه سابت الناس تبني ودخلت لهم مرافق، وطبعا اضعف واحد في الحلقه هو المشتري، جه فوجئ ان هو اصبح هو اللي في وش المدفع، لا هو عارف ان هو يتصالح ولا عارف ان هو يدخل كهرباء او كده. المخالفات عندنا في المدن الجديده بتبقى عباره عن ايه؟ اولا استخدام الردود كحدائق، رقم اتنين البيزمنت تحويل الدوبلكس وسلم خرساني متصل مع الدور الارضي، زياده عدد الوحدات، بونا بدون ترخيص لدور زياده، الروف. دي المشاكل الاساسيه دي اللي هو لازم يتوجد لها حل. هم دلوقتي رابطينها ان لازم صاحب الشقه نفسه، صاحب الارض هو اللي يقدم، ودي صاحب العقار. وخلي بال حضرتك ان معروف ان صاحب الارض القرعه ده خلاص، ده واحد باع باوفر وتوكيل لتوكيل لتوكيل، وانا مش من مصلحتي كاغلب الشركات اللي هي مش ملتزمه ان هو يروح يسلم نفسه ان هو يروح يقدم على مخالفات. فبيجي ان المشتري او ان هو صاحب الوحده اللي عايز يقنن وضعه بيفاجئ ان هو مش عارف ان هو يتعامل، اصبح القانون بلا فائده بالنسبه له. ودي نقطه لازم ان هم يعني يهتموا بيها، ان هو يدوا الحق لاي واحد صاحب شان بشرط ان هو يثبت ملكيته او علاقته بالوحده. ده ثبت علاقته بالوحده خلاص يتعامل عليها، سواء بقى بعقد بمرافق كهرباء ميه تليفون اي حاجه تثبت علاقته بالوحده. تمام. طيب حضرتك شايف الـ 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 المشكله الحقيقيه في سبب المخالفات، هل ان في البدايه كانت النسب البنائية مش متناسبة مع متطلبات المطور أو مع متطلبات السوق؟ يعني النهاردة هو مثلا في مساحات أراضي مثلا في المدن الجديدة بيقول له مثلا تبني مثلا الدور مثلا فيه 3 شقق بس، طيب. وتفاجأ إن الشقة مساحتها مثلا 200 متر أو 220 متر، طيب. ودي مساحة كبيرة مش صغيرة، هو في حاجة ممكن يكون فيها مشكلة تسويقية بالنسبة له. هو هقول لحضرتك مثال. في الشروق حي اسمه حي النادي، قطع الأراضي فيه حوالي 1000 متر، القانون فيها ان الدور شقه واحده، يعني تقريبا الشقه الصافي بتاعها 650 متر. هل اللي اصدر القرار ده ساكن في شقه 650 متر؟ ده منطقي ولا انت بتفتح باب للناس ان هي تتحايل؟ الناس هناك قسمت لثلاث وهو غصب عنه لازم يقسم. هو انا دلوقتي كراجل صاحب ارض اشتريت ومضطر ادفع اقساط وكاتب شيكات الجهاز، لو ما بعتش انا هروح في داهيه بالظبط. فانت بتعمل ايه؟ بيقوم مقسمها 3 شقق، وفي مليون باب ان انا اعرف ادخل مرافق،
وفي الحالة دي أنا وقتها لما تيجي تقول لي تعالى أنا ما فيش تسجيل في المدن الجديدة شيء مستحيل. أنت أهدرت ثروة عقارية بمليارات طبعا. ما عندكش حصر حقيقي للثروة العقارية بتاعت البلد بتاعتك، مش قادر تعرف شريف ساكن فين ومحمد ساكن فين عشان تعرف لو عليه حكم أو عليه التزامات تقدر أن أنت تجيبه منه. ما فيش. ليه بقى؟ لأن أنت دلوقتي المباني ده هي كلها مخالفات، والمخالفات ده بتمنع التسجيل. النهاردة لازم يتوجد حقيقي باب يقفل باب الرشاوي، لأن أنا رأيي أن أنت زي ما أنت بتعاقب المخالف، اللي قبله والأولى بالعقاب هو اللي سمح له بالمخالفة. كل جهاز فيه حي، الموظف المسؤول في الحي عن المنطقة دهيت لو طلع دور مخالف أو اتعمل لحاجة مخالفة أنت مسؤول عنه، يا بإهمال يا بتواطؤ. طيب. فأنا رأيي أن هو طبعا في طبعا في من الأول بنحاول نصلحها دلوقتي، في مشاكل كانت في الرخص والكلام ده بيحاولوا يصلحوها دلوقتي، لكن الأجهزة لازم يبقى فيها تيسير، ولازم يبقى في لجان من بره العاملين من الأجهزة، ما تسلمنيش للجهاز تاني، لأن هو هناك أصلا أنت المخالفات دي بتكشف، أنا آسف، في فساد وكله معروف الكلام ده، وهو اتجاه الدولة دلوقتي إن أنت تحارب الفساد ده، إن هو ينظف الفساد اللي كان حاصل، وده دليل إن الدولة عايزة توصل بعدد موظفين لعدد معين. تمام. فانت النهارده لازم تبقى اللي هيتعامل معايا في موضوع المخالفات زي ما المهندسه نفيسه هاشم اللي هي مسؤوله عن موضوع المخالفات ده كل يوم بتطلع بتنادي، لكن هو مفيش تسهيل من اجازه بصراحه. مفيش تسهيلات لسه على ارض الواقع، لسه قدامها شويه، لسه مفيش وضوح حتى للعاملين فيها. تمام. طيب عايز اسال حضرتك على حاجه محمود بيه. حضرتك شايف القانون ده في صالح المطورين ولا في صالح السكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بشكر الاول حضرتك على الدعوه الكريمه والبرنامج والقناه، ويا رب دايما كده مناره للحوار والاستثمار الجد في مصر. عايز اقول لحضرتك ان القانون ده هو بيخدم الاثنين، المطورين والمشترين. تمام. في مشترين كتير خدوا الوحدات بتاعتهم وهم ما يعرفوش ان هي مخالفه. تمام. نتيجه زي ما استاذ شريف قال ان المساحه كبيره وقسموها على 3 4 اشواق، ما كانش عارف ان هي مخالفة، وتركب له عدات كودي وتركب له عدات وكمسين طريقة بتركب بيها المرافق. فقانون التصالح خلى شقته الى حد كبير بقى ليها شرعية. تمام. فالقانون في حد ذاته هو انقاذ للثروة العقارية المصرية، اتفقنا على كده، وحصر ليها زي ما شريف كان بيقول، وحصر هتقدر انك تعمل عليها كنترول، تعرف هي فين ومع مين، ودخل للدولة. بالظبط. ودخل للدولة انك هتسجل بقى بعد كده. بالظبط كده. لكن الناس المفروض ان كان في مجلس الشعب حصر حوالي 3 مليون مخالفه قبل القانون ده ما يصدر، النهارده تقدم 10,000 واحد. طب ايه اللي خلاهم يتقدموا ده؟ زي ما استاذ شريف قال، غموض في القانون، ما احناش عارفين هندفع كام، الفئه بتاعت مخالفه المتر هندفع كام وهندفعهم على قد ايه، ناهيك على كم الاجراءات الصعبه جدا على المشتري الكائن الطبيعي اللي اشترى شقه، اللي احنا متفقين ان الشقه بالنسبه للمصري هي تحويشة العمر وأمان من الزمان، من زمان. طبعا طول عمره هم مصريين بيحبوا العقارات، فما يعرفش ان هو يجي يحقق الفايدة من القانون في ظل هذه التعقيدات من إجراءات قانون التصالح، وبالتالي من تعقيدات موظفين أجهزة المدن. بس تمام. طيب حضرتك شايف القيمة بتاعت قيم المصالحات اللي محطوطة مقبولة ولا تعتبر عالية؟ أرقام مبالغ فيها جدا يعني حضرتك. طبعا أرقام، يعني في ارتفاع في سعر جداً. التقييم للمخالفة. حضرتك تعالى نبص للموضوع، أنت دلوقتي الهدف من قانون التصالح ده أن أنت تنهي المخالفات، صح؟ طبعا. مش الهدف الأولاني منه أن أنت جمع أموال، والمفترض كمان يبقى له هدف تاني، يعني معرفش وجهة نظر وحضرتك برضو تأيدني فيها أو ترفضها، أن أنت ممكن تشوف أن في أمور معينة عايز تعدل، يعني في شكل معين في المنشأ عايز يتعدل، فانت اللي جاي جديد ادوله بقى متعدل جاهز، ما ترجعش تخليه خالف. ده صحيح. انا هقول لحضرتك حاجه، بعد اللي هي فتره التعويم ان المطورين العقاريين قابلوا مشكله كبيره جدا، ان هو كان بايع بالاجل وبالاقساط باسعار المتر بتبقى 2000 و3000 جنيه و1500، في ارقام هزيله، في 1200 و1500 و1800 وده غالبا كمان في المدن الجديده اللي ما كانش الناس قبل 2011 وصلتهم على المدن الجديده. فوجئ ان هو بعد التعويم ان كان بيبني حديد ب 3000 جنيه النهارده ب 13000 جنيه. ان هو الاسمنت كان من 150 و200 و300 جنيه ل 1000 جنيه، فاصبح ان عنده استحاله ان هو ينفذ المنشأ. فبيبقى الحل بالنسبه له ايه؟ حاجتين، يا اما ان يطالب العميل او المشتري بتاعه بتغيير الاسعار فده فيها ظلم، يا اما الحل التاني ان هو يهرب.
ويشيل ايده، وده حاله بقت كارثه ويتحول لمجرم، اصبح مجرم واصبح ضحيه، في ضحيه هو ضحيه ومجرم في نفس الوقت. لكن الضحيه الاساسي اللي هو 100% ضحيه المشتري. هو المشتري اللي هو مش لاقي حد يحميه. يعني احنا نادينا ان هو يبقى فيه نوع من انواع، لازم يبقى فيه نخترع حاجه جديده اسمها محاكم عقاريه. احنا عملنا الاسره ما تقلش اهميه عن السكن. بالزبط. المصريين سيادتك قلت ان احنا مصر دوله عقاريه. بالزبط. المصري من يوم ما بيتولد ليوم ما بيموت هو بيفكر في زي حاجه، زي ما عملوا محكمه اقتصاديه عشان تحل مشاكل المستثمرين ورجال الاعمال. بالظبط. مفترض يبقى في محكمه عقاريه لان احنا دوله عقاريه نعتبر. يعني انت عندك انواع محاكم اقتصاديه ومحاكم عقاريه ومحاكم اسره، محاكم متخصصه فيها سرعه الفصل. مش معقول ان دلوقتي في خلاف بيني وبين مطور عقاري او مبايع واقعد بيه 4-5 سنين، فده ظلم تاني. تمام. رقم 2، القانون هنا هو عمل مشكله كبيره ان هو كافئ المخل. طب هو مين صاحب السلطه ان هم يعملوا محاكم عقاريه؟ وزير العدل؟ مجلس الشعب. مجلس يعني هو مجلس الشعب نفسه هو اللي يقترح قانون اصدار محاكم او انشاء محاكم عقاريه. تمام. وده حاجه بمنتهى البساطه، وده هتساعد كمان على تدفق مال لمصر. المصريين في الخارج كل استثماراتهم اللي تحولت ما تحولتش عشان يعمل مصنع، ولا هو تحول عشان يشتري شقه او شاليه او عياده او تربه حد. تمام. فانت النهارده مخوفه، فالراجل ده هو مش عارف يبعت فلوسه. النهارده تطمنه. تطمنه ازاي؟ احقق له قانون. طول ما القانون ايده قصيره الناس هتبقى خايفه. لازم تحقق القانون وتطبيق القانون يبقى بقوه على الكل. وزي ما قلنا ان احنا دلوقتي الضحيه هو المشتري في الاخر، المشتري. بالضبط. فانت لازم حد يلاقيه في ظهره. يعني حضرتك يلم الموضوع. بقى يوفق بين ده وبين ده عشان بالضبط. الدنيا تكتمل. انت حضرتك اشرت ان الصفحه او ان الفيسبوك السوشيال ميديا طبعا هو سلاح ذو حدين، في ناس بتسيء استخدامه وتحسن استخدامه. الصفحه ليه اثرت؟ لان هي بقت هي اللي حلت محل الدوله او محل الجهات العقاريه. دي وظيفه المجتمع المدني. ما هو اللي انت عملته ده شبع الجامعات الاهليه وكله مش يعني هو شكل من اشكال العمل الاجتماعي. ما هو انت عملت خدمه مجتمعيه للناس ده في مكان بسيط بحكم خبرتك. طب باقي مصر قدرت باقي مصر بقى محتاج ان هل هتبقى الامور كلها تتحول نحل الوزارات او الجهات الامنيه او القانون والمحاكم ونحولها للجروبات؟ لا اكيد لا، مش منطقي. اكيد لا. تمام. فلازم يبقى فيه قانون، وقانون قوي ويطبق بسرعه علشان الناس تطمن. تمام. احنا معانا مداخله من أستاذ أحمد العباسي نائب نقيب فلاحين مصر، كان عايز يقول كلمة عن الوضع الأمني المصري. حاج أحمد زيك. حاج أحمد. ألو. حاج أحمد زيك، كل سنة طيب. سلام عليكم يا إبراهيم بيه، إزي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك عامل إيه؟ بس على حضرتك وعلى كل الضيوف الكرام اللي موجودين مع سيادتك، ودايما منورين الدنيا كلها يا باشا. والله ربنا يخليك يا حبيبي، من ذوقك تعيش. ربنا يخليك يا ابراهيم بيه. طبعا انا يعني من امبارح وانا في انتظار ان انا حابب اعمل مداخله مع حضرتك. ربنا يخليك. احنا كفلاحين مصر يا ابراهيم بيه حابين نوصل رساله للعالم كله من خلال منبرك الاعلامي ومن خلال القناه ومن خلال البرنامج، ان احنا كفلاحين مصر عايزين نوصل رساله للعالم كله لاردوغان، لجردوغان مش اردوغان كمان ده جرد، اي تهديد للامن العربي هو تهديد للامن القومي المصري، واي تهديد للامن القومي المصري ده تهديد للامن القومي العربي. واحنا كفلاحين مصر اعظم دوله ذكرت في القران وهي مصر. مصر دي فيها خزائن ربنا وفيها خيرات ربنا ومحفوظه بامر الله. طبعا. وان شاء الله بامر الله احنا كفلاحين مصر بنوجه له رساله حاره ان احنا كفلاحين وكشباب وكابناء وشعب مصر العظيم كله خلف القياده، وان احنا راجل واحد، وان احنا عندنا الرجوله رجوله، مش عندنا بيتجوز الرجاله لبعضها. ده اي حد يعبث بالمنطقه او يعبث بخيرات بلادنا او ان هو يهدد حدودنا احنا نوقف له لو بالفاس، مش نوقف له بدمنا. زي ما قلنا في موضوع سد النهضه ان احنا المساس فينا كميه ان احنا نرويها بدمنا، وان احنا نوقف ورا بلدنا. واحنا كفلاحين مصر لابد ان احنا بنوجه رساله ان احنا بنصطف خلف واحد. عندنا 100 مليون جندي، عندنا 100 مليون مقاتل، عندنا 100 مليون راجل خلف بلدنا وجيش بلدنا، وبنوصل رساله ان احنا كلنا ايد واحده، وان احنا كلنا بنقف ضد اللي بيحاسبنا وضد هذا الامر. فانا بنوجه رساله يا ابراهيم بيه، شاكرين لحضرتك جدا من منبرك الاعلامي ان احنا عليا بطلتنا حرب. ابراهيم بيه زي الفلاح. متشكرين جدا يا حاج احمد.
ربنا يخليك، ودايما مصر في امن وامان برجالتها وبفلاحينها وبرئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نرجع تاني نكمل الموضوع المخالفات. طيب انا عايز حضرتك سؤال، حضرتك شايف الفتره القادمه ما بعد قانون التصالح هتعمل تاثير في السوق العقاري؟ يعني الناس هتبقى مش متخوفه بقى، ولا يعني هل ده ممكن يبقى بوابه ان هم يخالفوا؟ فيقول لك احنا نخالف وبعدين نتصالح؟ حضرتك قلت كلمه دلوقتي اللي هي مصر دوله عقاريه. تمام. انا بس عايز قانون التصالح يبقى فيه فكره العدل. مش طبيعي ان انا يبقى عندي فيلا واستاذ شريف مثلا عنده فيلا، انا راجل مش ملتزم وقمت مخالف في الروب بتاعي. تمام. في الوقت اللي كانت الدوله بتجرم اللي بيعمل كده، بس انا عاندت الدوله وكملت الروف للاخر. اه انت بطريقه غير شرعيه زي ما كان شريف بيقول. تمام. لكن استاذ شريف راجل ملتزم ولا مد روف ولا عمل دوبلكسات. لا هو في سؤال ابعد من كده. فتيجي الدوله، لا في سؤال ابعد من كده. يعني معلش اسمح لي، هو اصلا ايه المشكله ان مش هو اصلا بيديك في الرخصه غرف سطح، غرف خدمات؟ طب ايه المشكله انها تبقى روف؟ يعني فين المشكله الحقيقيه؟ يعني هم ليه مكبرين غرف خدمات للمبنى؟ غرف خدمات للمبنى ما تستهلكش، ما تستخدمش كواحد. عشان كده في القانون الجديد يقول لك نمره واحد تدفع مخالفه على تغيير النشاط من كون غرف خدمات لسكن. تمام. اللي انا بتكلم فيه ان تيجي الدوله تكافئ المخل، وتظلم الشريف. تمام. فيجي استاذ شريف يبني الروف تيجي تدهوله، لا اصل احنا هنصالح اللي عمل قبل كده. طب ما تحول الروف، ما تقول الروف اللي عنده روف وعايز يحوله لدور سكني يدفع كذا بالظبط، يعدل. على فكره كان في ورقه تسربت ما نعرفش مدى مصداقيتها، واعتقد شريف بيه عارف الكلام ده، كانت سنه 2015 قال لك ان الارواف تتحول لدور سكني لدور على ان يدفع 25% بالظبط ويطلع فوق اخر التعليه. التعليه بان هو يبقى الدور اللي فوق من غير روف بقى، بالظبط، غير روف، غرفه تقفل تقفل. هو ده كان هدف ان انت تقضي على فكره الرواف المخالفه خالص. بالزبط. خلاص يبقى عندك دور رابع ويبقى بسلم بحاري اللي بعده. بالظبط كده. هو قصد الدكتور ان هو القانون لما صدر في مواد اصداره قالت ان بينطبق التصالح على المخالفات اللي تمت قبل صدور القانون. تمام. اما المخالفات اللي بعد صدور القانون ما فيهاش تصالح. طب انت كده انت كافئت اللي كفئت. هو خالف القانون. خلي بالك في الوقت ده كانت العقوبه بتاعته الحبس. طب انا عايز دي جريمة. معلش قانوني بقى، يعني بحكم ان حضرتك اصلا قانوني، هو حضرتك مش في قاعده في القانون انك بتاخد حاجه بالمس؟ يعني انا اعرف كانوا بيبنوا فديه نصر مثلا، بتاخد الرخصه ارضي واربعه وتلاقي اللي جنبك بني ارضي و11 فتاخد رخصه زيه بالمس. بص يا فندم، هو ما عادوش محتاج. هو انا اصلا انا حرفة وحبني ادوار مخالفه ومحدش بينفذ. عشان كده انا قلت ان انت قبل ما تعاقب اللي خالف عاقب كمان اللي سابه يخالف، اللي سمح بالمخالفه عاقبه، لان ده يا اما مهمل نام في بيته، يا اما انت تواطأت وان انت تسببت. انت اولا بتبوظ البيئه اللي انا قاعد فيها. انا راجل هربان من العاصمه، سايب 40 كيلو، سايب اهلي واصحابي وشغلي، بدفع بنزين قد كده اهوت عشان اجي اسكن في مدينه جديده، تجيب لي العشوائيه كمان معاها صح؟ عشان ما تحسش بالغربه. فهو انت ده خلاص اصبح مرتبط دلوقتي باي حاجه، حتى الكومباوندات كمان فيها مشاكل. على فكره الكومباوندات نفسها مش هتستفاد من موضوع التصالحات، مش هتستفاد. انت عملت قانون وملهوش قيمه. ما تستفيدش ليه بقى منه؟ لان انت دلوقتي بيطالبك ان انت تصالح على كل المخالفات الموجوده في الكومباوند كلها. طب انا راجل انا دلوقتي عندي مشكله مثلا في ردود ولا في سور، عملت السور اللي هو انتفاع مين اللي هيحافظ على الدور الارضي الجنينه بتاعته؟ اللي ساكن في الدور الارضي، اللي في الارضي بالزبط. هل منطقي ان في الدور الثاني هينزل يقعد بشمسيه تحت؟ لا، فانا اللي بحافظ عليه، فاصبح ان هو انتفاع ليا علشان ما يجيش حد يبوظه. طب انت عملت له مخالفه، طب اجي اتصالح عليها؟ لا، لازم الرسومات بتاعت الكومباوند كله. فانت بتتكلم في يعني معوقات كبيره جدا لتطبيق قانون. عارف حضرتك يعني مش عارف انا يعني ناخد رايكم كمان معايا، ان هو المفترض انه يتعامل كيس باي كيس. يعني يعني ما تقوليش العقار كله، انا النهارده عايز اتصالح، ادخل بوحدتي واشوف المخالفه اللي عندي فين وادفع قيمتها واخرج. مظبوط. لان ممكن تبقى وحدتي هي المخالفه وبقيه العقار مش مخالف. يعني افرض النهارده زي ما استاذ محمود بيقول في مثلا مبنى وفي دوبلكس تحت. طيب. والدوبلكس ده مخالف. انا يعني فرضا ان هو مخالف لان هو مفترض انه يبقى مش دوبلكس. طيب بقيه المبنى ما فيهوش اي مخالفات، هي بس الدوبلكس ده او الروف هو اللي مخالف فقط، وبقيه المبنى ما فيهوش حاجه، فانت ليه تجيب بقيه الناس؟ عارف عمليه دلوقتي حط المشتري برضو تحت وطئه اللي باع له.
الاساس تجيب الاصيل بالظبط، هات بقى الاصيل، والاصيل يقول لك ايه؟ عايز كذا، انت هتدفع كذا عشان تشيل المخالفه، طب اديني كذا. هو احنا بنقفل ولا بنفتح؟ لا المفروض ان احنا بنروح للافضل وللي الناس محتاجاه. بنصعبها على نفسنا ليه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عايزين نتطور من فكره المصالحه على مخالفات البناء للمصالحه بين وزاره الاسكان على التقصير في دورها مع المشترين. حضرتك كنت عامل حلقه جميله قوي مع استاذ محمد فتحي المحامي، بيقول لك ايه؟ ان انت عشان تيجي تشتري لازم تراجع التوكيلات، ولازم تروح الجهاز تسال، ولازم تروح تسال على التراخيص، ولازم. على فكره ده مش دور المشتري خالص، ده مش دوره نهائي، ده دور الدوله، ده مواطن في حكومه بتحكمه وتحكم له وتحكم عليه، ده دور الدوله. تخيل حضرتك كده، اقول لحضرتك حاجه والله يا شريف، في المغرب اصدقائنا كتير بيستثمروا هناك، لما تيجي سعادتك تشتري قطعه ارض يعمل ايه؟ يديك قطعه الارض ويديك معاها مثلا تطلع 8 شقق كروت، بثمان شقق، 8 عقود، 8 كروت، تمام. فما ينفعش تبيعها تاني، فهي فتلك العقود هي التي يتم تداولها، فما بقاش فيه هزار بعد كده. العقود ده بقى فيها حاجه جميله جدا غير اللي عندنا، وسعادتك ادرى مني عارف، هتلاقي في العماره الواحده في شقه مساحتها 155 متر، والشقه اللي فوقيها 165 متر، والشقه الثالثه 175 متر. تحميل، بيقول لك اصل ده تحميل قديم وده تحميل جديد. احنا هنهزر، تحميل قديم ايه وتحميل قديم ايه؟ لازم الورقه تبقى طالعه. تخيل بقى لو في اداره عقود في الجهاز، ده اقترحناها كتير لكن ما لقيتش مسمع، وده حد يروح ده يقدر يقضي على النصب في مصر كلها. هيدخل للدوله اكتر ولا الضريبه العقاريه؟ لا هيدخل اكتر وهيوفر على الناس، وهدفع وانا مبسوط كأنا مطور صحيح. او كأنا مشتري صحيح. يبقى اداره عقود بدخل فيها الارض دي بتاعت ابراهيم بيه، بيبيع لي الشقه دي والنسخه في العقد، والجهاز حامي سعادتك لو انا ما دفعتش الاقساط، وحاميني من سعادتك لو حضرتك. احنا كنا اقترحنا قبل كده في البرنامج ان 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 وبرده يعني ناخد راي شريف في الموضوع عشان هو قانوني، ان يبقى في عقد موحد، يعني في شكل عقد موحد الدوله معتمده، هو ده الشكل العقد اللي ينفع تبيع بيه. هو ده الاستاذ محمود بيقوله وبينادي بيه. لا يعني استاذ محمود بيتكلم ان يبقى في جهه بتصدر العقود، ما هي هو ده العقد موحد، تمام. ده شكل واحد ليهم تحميل ثابت يقرها مقيمين واستشاريين ومهندسين وناس مهتمه بالسوق العقاري بالزبط. علشان يبقى في عداله والناس تكسب بالمطورين بشكل العقاري. عادل يبقى انا شاري الشقه. انت حضرتك انت كده تمنع النصب تماما، مفيش اتنين هيشتروا شقه، مفيش تعدد، مفيش مخالفه، يعني لا هتلاقي دوبلكس ولا روف ولا بيزمنت، وتصدر له قانون وتبدا تدخل في حملات تنفيذ، وناس بتتشرد وناس بتخرب بيوتها. انت تقدر تمنع الموضوع ده من الاول. عارف ده بقى يا فندم يساعد حضرتك في ايه؟ في فكره تصدير العقار. طبعا لا، ما هو انت عندك مشكله ان لازم الورقيات تبقى مظبوطه عشان ينفع تبيعه. يعني سعادتك عارف انا سافرت اكتر من 26 معرض دولي ما بين ابو ظبي والكويت ودبي وقطر. المشكله الاساسيه عند الناس دول لما بيجوا يشتروا، انت هتضمن تسلمني امتى؟ وانا لازم ابيع وانا ببني، ما انا لازم ابيع وانا ببني. طب لو انا هستنى لما ابني عشان ابيع، لا انا اروح احطهم. انت عارف حل دي؟ اقعد في النادي. عارف حل دي؟ ممكن يبقى حاجه تانية، ممكن يبقى السجل العيني، ان هو يسجل لك على طول مباشر، يعني انت تروح بورقك ما تفعلش. يعني ده لو يعني حتى ما تفعلش، ده لو اتفعل يحل المشكله عنده دي. هي نفس المعوقات بتاعه التسجيل، هي نفس المشكله. هات لي ده، مفيش مخالفات، يدفع ضريبه التصرفات العقاريه، ودي طبعا قصص تانية. يعني انا بخلي المشتري هو اضعف حلقه، يجي الضريبه احمله بيها اللي هي اصلا ملتزم بيها البايع، تمام. المخالفات اشيلها له وبيع له كاني ببيع له الشقه مرتين ثلاثه. طب اقول لك حاجه، طب ما تيجي يعني 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 تعالى نعمل توعيه للناس، نقول له لما تحب تشتري شقه في مدينه من المدن الجديده تعمل ايه؟ مش دوره يا فندم والله. لا ما احنا بنتكلم في وضع حالي، ما احنا بص هقول لك على حاجه. بس انت النهارده بتتكلم في جهه امر واقع قانونيه من الدوله عشان هي تعملها وتشرحها، ده موضوع اخر يطول التوجه ليه. العائد بتاع ان كل واحد مشتري وبايع هيجي يدفع عن طيب خاطر رسم العقد ده، العائد بتاعها ده يفرق قد ايه في الدوله؟ يتعمل في خلال 6 شهور يا فندم. ماشي، بس احنا برضو عايزين نقول للناس ازاي يشتري شقه، ازاي يشتري، لان انت عندك مشكلتين في المدن الجديده مش موجوده في المدن العاديه. المشكله الاولى ان في اشخاص بيبنوا بيوت ويبيعوها، مش شركات، هو شخص بيبني عماره او بيبني فيلا وبيبيع وحدات جواها وخلاص، هو مش جهه. فانت ممكن ما تعرفش تحصل عليه تاني،
لانه ممكن يبقى ملوش مقر، ملوش سجل تجاري، ملوش بطاقه ضريبيه، فانت ممكن تلاقوش تاني يبيع لك المنشا ويمشي ويبقى مش موجود، وهم كمان ممكن يبقوا مش عارفين يتصرفوا في المنشا ويساومهم على نقطه التوكيلات ان هو يعمل لهم توكيل او لا. دي نقطه. النقطه الثانيه وهي الاخطر ان 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 هو فين الوعي اللي يبقى عند العميل قبل ما يبتدي يشتري. ياخد باله من ايه؟ يعني لو احنا قلنا له بنود معينه، يعني في المدن مثلا، في العادي في المحافظات العاديه مش في المدن الجديده، بيشوف رخصه المباني، بيعرف الدور فيه كام شقه، بيعرف الحدود دي موجوده ولا لا. في الـ في الـ في الـ في, الـ في المدن الجديده الموضوع مش كلير قوي كده. يعني الموضوع ايه بعيد. حتى انت لو رحت سالت، انت كل بتسال عليه في الجهاز هو موقف الارض دي ايه، مسحوب ولا لا. وكمان انت مش متاح ليك الاستعلام كمان في الجهاز، ما لكش ذو صفه، انت مش ذو صفه عشان تستعد، فاضطر ان انت من ابواب خلفيه. بالظبط، تمام كده. خدمه المواطنين دلوقتي بقت تتيح، مش في كله يعني، انت ما تقدرش تعرف. في حاجات بيعتبر ان انت مش من حقك تسال، زي التوكيلات. هي التوكيلات اصلا، ما دي النصيبه السوداء، هي التوكيلات اصلا بتخش الجهاز، لا بيدخل توكيل الاداره بس. بيدخل توكيل الاداره. معانا مداخله بس من الدكتور محمد عبد الغني، عضو لجنه الاسكان في مجلس النواب. مساء الخير يا باشمهندس محمد، ازيك؟ مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وشعب مصر كله خير، ونعيد على كل المشاهدين ان شاء الله مصر دايما يعني بخير ومنتصره دايما ان شاء الله. تعيش يا محمد بيه. كان في مقترح كده الساده الضيوف، معايا استاذ شريف مستشار قانوني، ومعايا استاذ محمود خبير عقاري، كانوا بيقترحوا ان احنا ممكن من خلال مجلس النواب نعمل نطالب ان يبقى في محاكم عقاريه، زي ما في محكمه اقتصاديه وفي محكمه اسره، نطالب ان يبقى في محكمه عقاريه متخصصه في شؤون العقار وتحل مشاكله. الغرض ايه بالظبط يا فندم؟ ايه الغرض بالظبط؟ يعني المفروض المحاكم الاقتصاديه بتقوم بالدور ده يعني. ما هو الفكره ان ما اعرفش بقى شريف ممكن يتناقش معاك في ده. مساء الخير يا معالي النائب. مساء الخير يا فندم. بص يا فندم، هو احنا يعني احنا شايفين ان مصر يعني الاتجاه بتاعها اتجاه عقاري، يعني الاهتمام المواطنين بالدرجه الاولى خاصه المغتربين كمان بان هو يتداول العقار. التداول العقار المشكله الكبيره بتاعته ان مفيش حمايه قانونيه سريعه وفعاله للمشتري، وان هو لو بيقابل مشكله مع المطور العقاري او البايع بيبقى طول امد التقاضي عائق قدامه. فهو لو في محاكم متخصصة وهي لا تقل أهمية العقار بالنسبة للأسرة المصرية عن المشاكل بتاعت محكمة الأسرة، إن هي تفصل في سرعة المشاكل العقارية، وإن حتى لو الرسوم بتاعتها بقت عالية أصبح دخل تاني للدولة. فهي دي كان الاقتراح، إن يتبناه أحد المتخصصين من مجلس الشعب إن هو يبقى إنشاء محكمة عقارية سرعة الفصل في النزاعات العقارية حتى لو الرسوم بتاعتها عالية، دي هتوفر على الطرفين. طب خلينا اتفق مع حضرتك اولا على اهميه العقار واهميه الاستثمارات الموجوده في العقار، انه لحتى الان يعتبر بالنسبه لمعظم المصريين هو الاستثمار الامن والوعاء اللي هم بيحطوا فيه معظم ادخاراتهم. صحيح. وخلينا نتفق برضو ان العقار عنده مشكله في النزاع حواليه. اهم ما يميز هذه المشكله هو التسجيل العيني للعقار، وده مسألة في منتهى الأهمية، منذ لحظة الأرض نفسها أن تكون متسجلة، وكل أرض لها قيمة فيها بيان واضح وملكية واضحة. كمان الفكرة أن المطورين العقاريين عادة عندهم مشكلتين أساسيتين، أحدهما مرتبطة بأن هم قدرتهم على التسليم في المواعيد اللي هم بيعدوا بيها الناس وما بيلتزموش بيها في بعض الأحوال، أو اختلاف المواصفات عن ما تم الاتفاق عليه في التعاقد، سواء من حيث المساحات او من حيث جوده التشطيبات والحاجات اللي موجوده فيه. صحيح. الثلاث حاجات دول الحقيقه في يعني الموضوعين دول ليهم طريقين، طريق اول خاص بضبط مهنه التطوير العقاري، وفي مقترحات عده بعمل اتحاد المطورين العقاريين ينظم عملهم، وكان جزء من المناقشه داخل مجلس النواب اللي حضرتك تفضلت فيه ده، يكون في تنظيم كمان لطريقه الاعلان وطريقه التسليم وطريقه المواعيد والزام على المطورين في هذه المجالات، وده هيحل الجزء اللي حضرتك قلقان منه في الموضوع ده. الجزء الثاني وهو التسجيل العيني، وده احنا حقيقه احنا متقدمين بالفعل بمقترح قانون للتسجيل العيني، ينقل التسجيل بره الشارع، يعني يعمل مصلحه جديده تبعيتها الرئيس الوزراء مباشره، يسهل اجراء التسجيل العيني ويقلل القيم ويخلي الاجراءات بتاعته اسهل وايسر واسرع. وده فعلا في اقتراح مقدم
من احد الزملاء، واحنا كلنا بندعمه في هذا الاتجاه. يعني كلام حضرتك الفكره مضبوطه جدا، لكن الحقيقه تناولها مش بس بانشاء محاكم عقاريه، او ممكن ما يكونش عبر انشاء محاكم عقاريه، لكن عبر تنظيم مهن التطوير العقاري ووضع محددات وطريقه لمعالجه الاختلاف في المواصفات او المساحات، والجزء الثاني خاص بالتسجيل العام. بص يا محمد بيه، هو في مشكله بس صغيره، ان حضرتك النهارده بتتكلم عن شركات التطوير العقاري، ودي الشركات الكبيره، يعني انت بتتكلم عن الشركات الكبرى اللي بتشتغل في مجال الاستثمار العقاري، لكن المفترض ان حضرتك لما تصنفه ده يبقى برضو في رؤيه للناس الشركات العقاريه الاصغر من كده، اللي هم مش مطورين بقى. طرح لتنظيم مهن التطوير العقاري كلها على بعضها. بالظبط. الحقيقه الخلاف اللي وقع داخل المجلس بين اتحاد المطورين وبين مجلس النواب كان حوالين ان احنا مش بس عايزين ننظم المهنه، احنا كمان عايزين يبقى في يعني معادله واضحه، زي ما المطورين بيطلبوا حقوقهم في اراضي باسعار كويسه وترتيبات جيده ومرافق جيده، يبقى عليهم التزامات واضحه. كل المطورين بقى بمختلف درجاتهم يتعمل تصنيف ليهم ودرجات والتزام بترتيبات موجوده داخل القانون، اللي هو لسه ما دخلش حيز المناقشه بالمناسبه، احنا تناقشنا في بعض بنوده وبعد كده توقف، واعتقد ان شاء الله ممكن خلال دور العقاد الحالي او في اول دور العقاد مع مجلس الجديد يكون ده من مواد الموضوعات المهمه جدا. وبرده يعني برده مهم ان هو يبقى فيه تقسيمه لشرايح الشركات، عشان في شركات اصغر من المطورين الكبار دول. يعني بالظبط، هو هيتعمل تصنيف داخل الاتحاد ده، هو يصنف الاعضاء اللي جواه، لكن يجب عليهم كلهم ان هم يلتزموا بطريقه الاعلان وموعد الاعلان، ان في ناس بتعمل ابتعاد على اراضي لسه ما اشتروهاش اصلا، وتلاقي ناس اشترت وحدات في اراضي غير مملوكه للشركات دي اصلا، وكمان يلتزموا بمواعيد التسليم، يلتزموا بمواصفات التسليم، يلتزموا بالمساحات المتعاقد عليها، اللي هي الحاجات اللي الناس للاسف بيلاقوا نفسهم قدام مشكله كبيره وما بيعرفوش يتصرفوا ازاي زي ما تفضل سيره المستشار في الاول. تمام. شاكرين لحضرتك جدا يا محمد بيه. العفو. شكرا يا دكتور، مرسيك وسامح حضرتك. طيب شكرا. الكلام فيه وعي، يعني في وعي، هو بدا ان هو يلمسه المشاكل اللي موجوده. احنا دايما لما تيجوا يعملوا قانون او يطلعوا مشروع قانون او يعملوا شكل معين لتنظيم مهنه معينه، تلاقي الموضوع معمول بشكل ضخم للشركات الضخمه، والصغيرين مش موجودين، ولا موجود لهم تمثيل جواه، ولا موجود لهم جزء يشتغلوا عليه حتى معاهم، يعني صحيح. يعني ما يعرفوش يخشوا جوه الموضوع، هم مش موجودين، ولا ليهم ملك، ولا ليهم حق، ومش موجودين. هو مش شايفك، يعني هو مش شايفك، ولا ليهم ملك. لازم يفعلوا التنازل. حضرتك ما ينفعش التعامل بتوكيلات. وهو ليه ما يحلش التوكيل مكانه تنازل؟ يعني تعالى نقول مقترح. امور صعبه ليه؟ يعني لان بيطلب معاينه تانية، وبيطلب رسوم 10% اللي هي رسم التنازل، واجراءات ماشي، بس في ناس كتير جدا معاها توكيلات عندها ساعات تدفع 10% وتتنازل. بس طب والمعاينه؟ لا المعينة. يعني انا قصدي ينقل انا مش قصدي كده، انا قصدي ليه ما ينقلش على الحاله القائمه؟ ده المفروض، يعني هو بدل ما هي باسم الشيخ هتبقى باسم مصطفى محمود وخلاص. وده كان زمان ساري، ده كان الاول ماشي، بتدخل بطلب وتدفع معاك توكيل، دفعت الرسوم. على فكره احنا من السنه دي، من 2020 وزاره الاسكان شالت ايدها عن كل المدن الجديده، وقالت كل مدينه بالميزانيه بتاعتها بدخلها. تمام، هي قايمه بحالها، انا مش هديك فلوس تاني. فانت طب انت النهارده هتحافظ على المرافق ازاي بتاعه المدينه بتاعتك دي وتطور؟ اديني خدمه، دخل وخد فلوس. انا استفاد زي ما حضرتك قلت، انا دلوقتي ايه اللي يخليني اروح للجهاز؟ انا دخلت عداد الكهرباء بتاعي وعداد الميه والتليفون وقاعد وعندي مخالفه. حضرتك دلوقتي بتقول لي تعالى اقدم على التصالح، دخلتني في تعقيدات في ست شهور. مين ده الورق ده علشان يتعمل عايز له ولا سنه؟ تمام. طيب انا رحت، انا مش عارف اولا هتقبل التصالح بتاعي ولا لا، ولا ابقى سلمت نفسي. تمام. يعني انا ممكن اروح وفاجئ ان انت ما رفضت التصالح بتاعي، يعني النهارده في جهاز الشروق بيرفض التصالح على الدوبلكس. طب ده امر واقع، رافض التصالح عليه؟ اه لا، مالوش تصالح. طب وعدد الوحدات؟ طب ما عارف حضرتك بيتصالح على ايه؟ عروف بس. طب مش هتتصالح على الدوبلكس، هتسيبه على وضعه؟ هي دي بقى ولا يبقى إيه؟ انتفى. طب ما انت النهارده عماره، هي العماره فيها كذا مخالفه، اي عماره فيها على الاقل فيها خمس مخالفات. تمام، خمس مخالفات، هتصالح على واحده ويفضل اربعه ملهاش غرض. لا، ما عملتش اضافه اصلا، يعني القانون كانه ما صدرش. وقللت الموارد، انت منعت. ما هو بعدين انا هروح النهارده اتصالح على الروف وجاري مش هيتصالح على الدوبلكس لان ممنوع، طب انا ايه اللي هيوديني؟ ما انا عندي العداد الكهرباء بتاعي. فانت وقفت الفلوس اللي داخله خزنه البلد، يعني انت كرئيس جهاز انت اهدرت على الناس وعلى الدولة فلوس. بالزبط. صح؟ وعطلت الغرض من القانون اللي الدولة قاعدة بتصرف فيه مليارات النهاردة في نقل العشوائية وكل الكلام ده. عشان يتقال عليك بتسمع الكلام. لا، عشان انت خايف. بالظبط، ويتقال عليك بسمع الكلام. الايدين المرتعشة،
لازم لازم تتشال، ولازم يبقى في ناس عندها رؤيه ولمسه عارفه الوضع ايه وعارفه المشكله فين، ولازم تساعد المشتري لان هو ضحيه، احنا المشترين ضحايا. انا في ناس بتيجي بيقول لي انا طلقت مراتي بسبب الشقه راحت عليا. انا واحد جالي قال لي انا مش ممكن، واحد نصب عليه قال له انا مش هقدر اروح لمراتي اقول لها هنفضل طول عمرنا قاعدين عند والدتك، انا هطلع دلوقتي على طريق السويس وادخل في اي مقطوره. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انت مين بيحمي الناس؟ طبعا اصل هو الشقه هي تحويشه عمره حياته كلها. طيب خلينا نقول، هم الشباب جوه بيقولوا احنا قربنا وقتنا ينتهي، خلينا نقول بقى النصايح اللي الناس تاخد بالها، يعني حضرتك قول لنا من وجهه قانونيه النصايح الناس تاخد بالها وهي بتشتري وحده عقاريه، ومحمود برضه قول لنا الملاحظات على الموضوع ده ازاي. انا نصيحتي لاي حد بيشتري من في المدن الجديده، في المدن الجديده يكون فاهم ان الارض دهيت مش هيلاقي حد يشتري منه صاحب الارض، اي ارض معمول لها توكيلات تمام، هتلاقي في 95% ومفيش حاجه اسمها تسجيل في المدن الجديده. فانت النهارده الارض بيبقى فيها محضر استلام للارض باسم شخص، الشخص ده عامل توكيلات مسلسله لغايه الشخص اللي انت بتبيع بتشتري منه. فعندك محضر استلام وعندك رخصه وعندك توكيلات. التلات ورقات دول تاخدهم وتستعلم في 5 جهات. اول حته الجهاز المدينه، تمام، الشهر العقاري، تمام، بنك الاسكان والتعمير، التراخيص، المرافق. هتقدر تعرف الوحده بتاعتك سليمه ولا لا. الجهاز هتعرف منه ان كان في مخالفات قانونيه، في نزاعات، في مشاكل، في سحب للارض، في اي مشاكل قانونيه تمس وجود الارض ولا لا. تمس كيانها، تمس وجود الارض، تمام. لكن في مخالفات زي مخالفه القاء ناتج حفر، الراتش يفتح، فدي حاجات بسيطه يعني. تمام. التوكيلات عشان تعرف سريانها وسلامتها، لان في ناس تمام. بتبيع الارض لسه باسم واحد، وانا بعت الارض كذا مره، في واحد توفى ورثته جالهم جواب من الجهاز فقال لك ده احنا عندنا ارض، قام راحوا وقفوا التعامل عليه، فجي الناس اللي اشترت والشركه نفسها في الحاله دي مظلومه. فانت لازم تعرف التوكيلات عليها نزاعات ولا لا. التراخيص عشان تعرف وحدتك موجوده ولا لا، لان في اماكن الفيلات مثلا وحدتين في الدور، اغلبهم عامل 3 وحدات ما عايز يبيع. تمام. المرافق عشان تعرف العدادات والميه عليها ميه ولا لا، 30,000 40,000 تيجي تفاجئ ان انت عليك مديونيه كبيره. تمام. الحاجات ديت بعد كده بتوصل لمرحله العقد لو انت الوضع سليم. العقد لازم تصيغه صياغه قانونيه سليمه. اللي بيبيع لك ده هو بيبيع بتوكيل، فهو لازم يتكتب عن نفسه وبصفته وكيل علشان تقدر لما يحصل نزاع ترجع ليه هو شخصيه، ما يجيش يقول لك انا وكيل ارجع على صاحب. لازم يتكتب عن نفسه وبصفته. رقم 2 لازم تتاكد ان الارض ليها حصه على المشاع في قطعه الارض، انت مش شاري حيطان فالعماره وقعت حصل حاجه انت الارض بترجع تاني انت. رقم 3 لازم تتاكد ان انت التمن بتاعك غير قابل للزياده وسريان الاقساط بتاعك مربوط بالتسليم. بمعنى ايه؟ ان انا عندي ميعاد للتسليم لازم اوقف فيه الاقساط لو انت خليت معايا بالتسليم. ما هو مشكله بقى اللي في الجزئيه دي الشكات. ان العماره تبقى كاتبه الشيكات، تكتب شيكات لغايه ميعاد التسليم، وحتى لو هتضيع عليك الشقه ما تشتريش، ما تربطش على نفسك التزام وتيجي تتحبس او تيجي تتفاوض ان انت تسدد وانت الوحده مش موجوده تكبر. انا في ناس بتيجي بيسدد لغايه اخر ميعاد والارض لسه ما اتبنتش، لان هيروح يحبسه. فما تكتبش الشيكات لو سمحت الا لغايه ميعاد التسليم، ومع اول ما تسلمني خد شيكات اللي انت عايزه. معلش وضح له لحد ميعاد التسليم. انا ما باخدش شيكات من حد الا لما يجي يستلم مفتاحه، اكتب شيكات بالباقي. لا ده في بياخدوا شيكات من دي وان. لا ما هو الموضه اللي طالعين فيها ان كله بيقلد الشركات الكبيره من دي وان للاخر. انت مين عشان تاخد شيكات من الاول؟ انت شاري حته ارض التوكيل، انا ايه اللي يجبرني ان انا اكتب شيكات من فروم دي وان على ارض لسه فاضيه؟ صحيح. ليه؟ بالزبط. شركه كبيره ودفعت 3 4 مليون على يفط واعلانات، اكم من شركات دفعت وكانوا ضحايا ودلوقتي هربوا. صحيح. ما ينفعش ده يحصل خالص. الاحتياطات بتاعت الشراء طبعا حضرتك تتكلم عني فيها احسن 100 مره، لكن بس في نقطه مهمه جدا، ان الناس اللي بتشتري شقه وهيروح يسال في التراخيص محدش هيبل ريقه. خد الرسومات اللي مختومه من الجهاز بتاعت الارض وشوف شقتك موجوده ولا مش موجوده. موجوده في الرسمه اصلا، موجوده في الرسمه اللي مختومه بختم الجهاز، موجوده ولا مش موجوده. تمام. ده عشان تتاكد ان شقتك موجوده، فسيادتك ما اشتريتش هوا، لانه بيروح يسال في الجهاز يقول له والله انا بشتري الارض دي ايه والنبي دلني عليها، يقول لك الارض دي لا دي ما عليهاش مخالفات، هي بس مخالفه راتش. ومخالفه هو بيتكلم عن ايه؟ عن الارض. الارض مش على الشقه. مش عن الشقه. اه اوكي. فالشقه هيروح يسال في التراخيص، الرخصه ما بيبقاش فيها، في رخص مكتوب فيها عدد وحدات وما فيهاش عدد وحدات. ما فيهاش عدد وحدات. فهو بيشتري الهوا. الجديد بقى في الامر ان الدوله يعني ايه بتبقى واعيه لحالها قوي، فاي حد هيروح ينقل عداد كهرباء باسمه يقول له تعالى نعمل معاينه.
فيعمل معاينة يلاقي أن عدد الوحدات اللي موجودة أكتر من الرخصة، يقوم رفع عددها ويقول لك عيد الشيء لأصله، فيبقى اللي اشترى ده يا ولده إيه؟ اشترى هوا. تمام. بس ودور بقى مين اشترى من مين، اشترى من مين شركات كبيرة. النقطة بس عايز أعمل استرس عليها أن أنا اللي ببيع، تمام، أنا ببيع وأستاذ شريف صاحب الأرض، فيقوم كاتب إيه بقى في العقد الباشا؟ أن أستاذ شريف باع لإبراهيم بيه، وأنا يا ولده مضيت على إني وكيل. فإذا مين هنا اللي باع؟ أستاذ شريف. أستاذ شريف اللي باع وأنت صفتك وكيلا عنه، لكن في الأساس أنا اللي بايع، أنا شاري منه الأرض من 5 سنين. فالأساس أنا. فخدوا بالكوا إن طرف نرجع لنقطة التوكيلات. التوكيلات خلي بال حضرتك نقطة أخيرة. تمام. كل المشاكل والمخالفات وكل حاجة والنصب بترجع على صاحب الأرض الأولاني، اللي هو واحد بالأساس. ممكن يبقى البواب عندي ولا الكلام ده، قدم في القرعة عشان ياخد وأخد له 500 جنيه ولا 1000 جنيه واختفى أو مات. تمام. حد ملوش علاقة بالأرض. تمام. المشاكل دي كلها سببها التوكيلات، سبب التوكيلات، وبترجع باسم حد تاني غير اللي بيبيع. تمام. تمام. طبعا بنتقدم لكم بخالص الشكر. شكر لحضرتك على فتح موضوع مهم زي ده، ونتمنى ان السادة المشاهدين يكون الموضوع لقى كثير من الاستفسارات اللي عندهم. طبعا بنتمنى دايما نلقاكم على كل خير وسعد وامان. الى ان نلقاكم السبت القادم التاسع مساء، نترككم في رعاية الله.